السلام عليكم، كيف حال الشباب؟ طبعا اليوم مقطعنا راح يكون كيف تجيب السكن المجاني قدامكم بالاضافه للبخاخ من فورتنايت. طبعا قبل بدايه مقطعنا اتمنى من كل شخص فيكم مو مشترك في القناه انه يشترك فيها وفعل زر الجرس، استخدم المقطع احلى لايك، ولا تنسى كود الشوب YZYDD استخدمه واحفظه عندك في الايتم شوب. طيب خلينا نعمل مقطع سريع بدون ما نطوله. طبعا هذا المقطع لازم نزلته امس الجمعه، لكن كنت مشغول شوي ما قدرت انزل اي مقطع بالقناه، فاليوم نزلته. وليش نزلته بهذا الوقت؟ مجبر انزله بهذا الوقت لانه لو تاخرت بروح عليك السكن والبخاخ. تمام، طيب السكن والبخاخ راح يكون على بطوله لسيرفر اوغيانوسا. هل معنى الكلام هذا بس سيرفر اوغيانوسا بيقدر يشارك؟ لا، الكل بيقدر يشارك كذا. حولت سيرفر اوغيانوسيا عند قائمه البطولات التنافس ما بتطلع عندك البطوله، هذه البطوله تمام سمر سماش، ما بتطلع الا اذا حولت سيرفرك الى سيرفر اوغيانوسيا. فبتروح عند السيرفرات، هذا هو سيرفر اوغيانوسيا، شايفين بتكون مثلا انت ميدل ايست، بتروح عند اوغيانوسيا حولنا عليه، اوكي، بتعمل حفظ، بترجع على ثالث وحده عند البطولات، هذه هي البطوله. شو شروطها؟ بتكون جولتين دو، نظام البطوله دو. خلنا افهمكم النظام، راح تكون جولتين، الجوله الاولى اليوم تبدا اليوم السبت، راح تبدا بعد ساعتين، شايفين؟ يعني كاتبين هون وقت راح تبدا على التسعة بتوقيتنا اللي هو الاردن، 10 بتوقيت السعوديه، فما تيجي تسالني في التعليقات بلبنان اي ساعه مثلا، في الامارات باي ساعه، انت ادخل حول اوغيانوسا وروح على البطوله، راح يطلع لك هون الوقت بتوقيت بلدك، احنا على التسعة بالسعوديه على 10 وهكذا. هاي الجولة الأولى. طيب هون عندك شايفين برايز اند ريورد، شو جوائز الجولة الأولى؟ جوائز الجولة الأولى راح تكون البخاخ اللي قدامكم بشرط انك تجيب 10 نقاط، فبتفوت بتشارك انت وصاحبك دو لازم تكونوا في البطولة، تحاولوا تجيبوا الجولة الأولى 10 نقاط على الأقل حتى انك تحصل على البخاخ اللي قدامكم. تفاصيل البطولة، لازم تكون من أفضل 50 دو أو أفضل 50 ثنائي شارك في البطولة حتى انك تنتقل أو حتى انك تتأهل من الجولة الأولى إلى الجولة الثانية مثل ما بتشوفوا قدامكم. فبتلعب الجولة الأولى بتجيب 10 نقاط بتحصل على البخاخ وبتكمل لعب نظيف حتى انك تجيب توب 50 في الجولة الأولى، يعني تكون أنت وتيمك من ضمن أفضل 50 دو أو أفضل 50 ثنائي حتى ينقلوك ويأهلوك إلى الجولة الثانية اللي راح تكون بكرة الأحد، وهي النقاط الفوز ب 25 نقطة، المركز الثاني 22 وهكذا، كل كلب نقطة. طبعا البطولة راح تكون 3 ساعات من 9 ل 12 أو من 10 ل 1 حسب توقيت بلدك، ومثل ما قلت لكم جايز الجولة الأولى البخاخ ب 10 نقاط. نفترض أنك جبت أنت وتيمك ضمن توب 50 من أفضل 50 دو في الجولة الأولى، بنقولوك على الجولة الثانية اللي راح تبدأ بكرة بنفس توقيت الجولة الأولى. الأولى كانت من 9 ل 12، بكرة راح تكون كمان الأحد من 9 ل 12 صباحا أو من 10 ل 1 صباحا حسب توقيت بلدك، فادخل من حسابك حول أوغيانوسا وشوف أي ساعة يطلع لك. طيب كيف تجيب السكن؟ السكن مثل ما تشوفه قدامكم عندك هون البرايز، مكتوب لك إنه حتى إنك تحصل على السكن اللي قدامكم لازم تجيب كمان ضمن توب 50، يعني أنت وتيمك في الجولة الثانية لازم تلعبوا لعب حلو حتى إنك تكون ضمن توب 50 دو أو أفضل 50 ثنائي في البطولة كلها في الجولة الثانية، فأفضل 50 ثنائي في الجولة الثانية كلهم راح يحصلوا على السكن اللي قدامكم، يعني فقط 100 شخص اللي راح يحصل على السكن، والمشاركة فقط بسيرفر أوغيانوسا. فحول سيرفر أوغيانوسا وابدأ، تنتظر الوقت لما تصير بعد ساعتين من نزول المقطع مثلا أو يطلع لك إنه بدأت البطولة، بتروح وأنت محول أوغيانوسا بتدور على قائمة البطولة راح تطلع لك وبتلعب الجيم، أتوقع 10 أيام أو 3 ساعات معك. فهي كل تفاصيل البطولة بالكامل، فهمتكم كل إشي بالحرف الواحد، فأتمنى الكل يكون فهم واستفاد، وإذا في إشي ما فهمته اكتب بالتعليقات، راح أحاول أقرأ التعليقات جميعها وأرد عليك. وبالنسبة للسكن هل راح ينزل في الأيتم شوب؟ على أكيد راح ينزل قريبا، لأنه السكن لما تسرب كان معاه بيكاكس، فعلى الاغلب نسبة كبيرة للسكن والبيكاكس تاعه راح ينزل في الايتم شوب قريبا وممكن يضيفوا له حقيبة الظهر. فبس اتمنى من كل واحد فيكم استفاد المقطع انه ينشر بكل مكان، ضروري تنشره بكل مكان اذا انت حاب تشارك في البطولة، لانه الناس ما تعرف موعد البطولة الحقيقي متى راح يكون، فالبطولة راح تبدا بعد ساعتين من نزول المقطع هذا وراح تظلها 3 ساعات، وبكره نفس الشيء بنفس الموعد راح تبدا الجولة الثانية اذا قدرت تتأهل من الجولة الأولى للجولة الثانية. فبس يا شباب اذا ما كنتم مشتركين في القناة اشتركوا فيها، فعلوا زر الجرس، استخدم مقطع احلى لايك، ولا تنسى كود الشوب YZYDD. وبس ربي يسعدكم على كل شيء، مع السلامة.